حابة تكتشفي طرق جديدة ومبتكرة للبس الحجاب؟ تابعينا بهالحلقة من تألقي. الحجاب هو من أهم القطع المكملة لأناقة المرأة المحجبة، وبالآونة الأخيرة صارت عم تتفنن بطريقة لبسه. كل فترة تولد فكرة للبس الحجاب، فبتتعدد ألوانه ونوعية الأقمشة المستعملة، وأهم شيء لبسه بطريقة مبتكرة وعصرية وكيف منهتم ومنحافظ عليه. رح نستقبل مصممة الحجاب السيدة إيمان عيتاني لنكتشف معها كل شيء بتعلق بمودة حجاب 2014. ست إيمان، أهلا وسهلا فيكي بتألقي. أهلا وسهلا فيك. بالنسبة للأكسسوارات، كيف فينا نزين الحجاب بالأكسسوار؟ يعني كل ست، كل صبية فيها تستعمل من البكلة تبع الحزام، من أسواري أوقات، كمان خاتم أوقات بعمل ديزاين فيه، والبروشات طبعا. ست إيمان، شو هي النصايح اللي بتحب توجهيها لكل امرأة محجبة لحتى تهتم وتحافظ على حجابها؟ هلأ أوقات كتير بيكون في شك بالشال إذا كان للسهرة أو إذا كان في تيول أو شيء، أوقات كتير بيعلقوا ببعضهم، بدنا نعملهم بشكل رول، نحفظهم بالدرج بشكل تدريج الألوان أو يكون متناسق عشان يكون سهل تنقي من الدرج اللي عندها، يعني حسب اللون البداية أو الديزاين يطلع معه بسرعة. ست إيمان، بيمكنك تفرجينا بعض الموديلات؟ أي أكيد. تفضلي. لا، أول شيء رح نشوف موديل سهل وسريع. أنا هون حاطة 2 بني، وفضل يكون أول بني من القطن عشان يثبت الموديل على الرأس وما يقشط معنا. فينا نحط مغايطة أو نبرمه بشكل كعكة. هذا للحجاب العادي السيمبل. للسهرة أكيد بدنا نعلي ونحط حشوة قبل ما نحط البيس تبع الحجاب. هلا نحن بنلبس فولار واحد، بنشوف حسب اللون اللي بده يجي على الراس، يعني ما فينا نحط البيج على البيج، دائما بدنا نعكسهم. اول لفه نثنيها لجوا لتعطي فورم ويكون المسافه متناسقه مع بعضها. نرجع بنلف نفس اللفه هاي من جوا، بنخلي هيدا برا. هلأ هون تثبت كل الحجاب، يعني ما بقى مبين شيء من الشعر. تاني لفة بنعملها وبنخفيها لجوا. فينا أكيد نحط إكسسوارات، بس أنا لأنه في شك ما حبيت حط ولا شيء أضيف عليه، هيك بكفي. هلأ نحن نعمل موديل بالكابيتشوم، نحط عشان تضل القبة مبينة إذا بتلبس كولييه. كمان بدنا نحط نستعمل بنيات، بس هالمرة بطريقة مختلفة، كل وحدة لواحد. يعني يكون في طبقة 2-3، بتعطي هيدا الموديل بيعطي كتير فورم حلو للوجه. نجيب الحجاب من ورا لقدام، بس أكيد بدنا نثبت. وهلأ منسكر آخر لفة صوب الرقبة لنثبت. هلأ أنا اخترت البروش بيرل اللولو كرمال يتناسق مع اللون ويعطي رونق. فينا كمان نعمله لقدام ونحط بروش قدام، فينا نحن نتفنن يمين أو شمال أو لقدام. هلا رح نعمل ناخذ الالوان الاسود والرمادي، فوت معهم شويه فضي بالشال. هلا نحن دائما بيكون عندنا اكثر من فولار، يعني فينا نعمل موديل بثلاثه او اربع فولارات. اليوم رح اعمل هذا الموديل بس باثنين فولار. في كثير طرق لنسكر الرقبه، بس هلا هون رح نبرمها. كمان منربط، وهلأ منفوت آخر حجاب. هاي آخر طبقة رح نثبتها.
فإذا لحجاب 2014 عدد الألوان، زيد الأكسسوارات مثل البروش، زهور وغيرهم، رتبيهم بطريقة عملية، نسقيهم مع تيابك، اعتني فيهم وغسليهم بمسحوق مناسب مثل Aerial Pods. مثل ما شفتي صار فيك تتفنني بلبس الحجاب وصار فيك تختاري الموديل والطريقة المناسبة للنهار أو لليل، لكن أهم شي تعرفي كيف تختاري ألوانه وتحافظي على ترتيبه ولمعان قماشه ونوعيته لدايما تتألقي.